أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مشاركة البحرين في خطة تأمين عودة الكويتيين من الخارج واجب وطني وموقف طبيعي يعكس ما يربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية وطيدة يحرص على نمائها وازدهارها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام عبر لقاء في قناة الراي الكويتية على أن الكويتي في البحرين بحريني بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي يرى في أبناء الخليج العربي أبناء له في كافة المواقف والظروف، مشيرا إلى أن هذا الظرف الاستثنائي جعلنا كمواطنين خليجيين أكثر حرصا وتماسكا على التعاضد والتكاتف لمواجهة هذا التحدي العالمي المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا. دائما بين الكويت وبين البحرين هذه التوأمة الرائعة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميهم ويخليهم ويديم عليهم جلالة الملك حمد، عسى الله يطول في عمره وولي العهد وأهل البحرين الطيبين اللي وجه لهم أجمل تحية. أنا وأختي إيمان من على الهواء، الحقيقة البحرين اليوم، حكومة البحرين اليوم بتوجيهات من جلالة الملك يعني وجهت بأنها تتعاضد مع دولة الكويت، أكيد، وذلك لخطة عودة المواطنين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد. مو غريب عليكم يا أهل المملكة، هذه الخطوة الأخوية النابعة عن شعور مشترك، فعلا هذا دليل على أن شعب واحد ومصير واحد، وباسم أولياء أمور الطلبة اللي عددهم 800 واحد وكذلك باسم المواطنين الكويتيين نقول شكرا لمملكة البحرين حكومة وشعب على هذه المشاركة. خلال اتصال هاتفي أجرته قناة الراي الكويتية أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام التنسيق المستمر لتأمين عودة الطلبة الكويتيين من الخارج عبر مملكة البحرين ووصول العديد منهم إلى أرض المملكة. في مثل هذا الظرف الاستثنائي احنا كمواطنين في الخليج نتابع بعضنا بعض، نتابع الكويت ونتابع البحرين، ما يجري في الكويت يجري في البحرين وما يجري في البحرين يجري في الكويت. بخصوص الموضوع اللي تحدثت عنه عملية تأمين عودة أبنائنا الطلبة الكويتيين، هم وصلوا إلى بلدهم البحرين، مجرد وصولهم إلى البحرين تستشعر فرحتهم وكأنهم وصلوا للكويت وفعلا هم في الكويت. هذا الموضوع طبعا صار له فترة من التنظيم والترتيب، احنا الآن في مثل هذه الظروف في حاجة للتنظيم أكثر من أي ظرف آخر، نتحدث عن أمر طبي وأمر صحي. الحقيقة سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد سفير الكويت في بلده البحرين يقوم بعمل كبير من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية في البحرين، وزارة الداخلية ووزارة الصحة والطيران المدني لتأمين عودة أبنائنا الطلبة إلى الكويت. فلله الحمد العملية تمت بإذن الله بنجاح، وعاد أمس مجموعة من الطلبة وإن شاء الله البقية في طريقهم إلى الكويت. وزير شؤون الإعلام أكد على أن بقاء الطلبة في البحرين قبل عودتهم إلى الكويت هدفه صحة وسلامة أشقائنا في الكويت. دائما في مثل هذه الظروف يكون اليوم القرار الطبي هو اللي تصدر صحيح المشهد، الحفاظ على صحة الطلبة خاصة في عملية خروجهم من بعض الدول الموبوءة وصولهم نظما سلامتهم وسلامة عودتهم إلى بلدهم. وشدد وزير شؤون الإعلام أن المملكة سبقت هذا التحدي العالمي قبل حدوثه عبر العديد من الإجراءات. نفس التحديات اللي تواجهنا احنا في الخليج تواجه صحيح دول العالم، ولكن لله الحمد لدينا قيادات يعني سبقت هذا الظرف من بدايته بإجراءات احترازية تضمن فيها صحة المجتمع. مثل ما تعرف احنا مجتمعاتنا الخليجية هي مجتمعات تواصل صحيح. فهذا الظرف يحتم علينا للأسف الشديد التباعد الاجتماعي صحيح، فكان ما هذا احنا نراهن اليوم على الوعي، وانتم اليوم تقومون بدور كبير وجبار في نجاح تعزيز هذه الثقافة.
كما أكد وزير شؤون الإعلام أن صحة وسلامة الكويت من صحة وسلامة البحرين. يعني أنا آسفة أسأل بهذه الطريقة، يعني راح يكون في أخذ مكان من الكويتيين في البحرين لأماكن ناس أخرى قد تستقطبهم البحرين. ال- 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 الكويتي في البحرين بحريني 100%. هناك توجيه من صاحب الجلالة الملك المفدى لأبنائه في دول مجلس التعاون بأن الخليجي هو بحريني 100% في كل الظروف، فما بالك في هذا الظرف الاستثنائي. بالعكس، ما يأخذ مكانه ضمان صحة أي كويتي هي ضمان لصحة البحرين. هذا وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن الرهان اليوم على الوعي المجتمعي، مشددا على أهمية دور الإعلام في تعزيزه.